انت اتكلمت في المؤجلات، اللي هناك ده اتكلم عن المؤجلات، مفيش حد ما اتكلمش عن المؤجلات. كل من ينتمي لمنظومة نادي الزمالك بيتكلم عن المؤجلات، وبيتكلم عن فكرة العدالة، وبيتكلم عن فكرة مباريات النادي الأهلي والفرق بينها وما بين نادي الزمالك. وعندنا سؤال بنفضل نردده، امتى كان متاح للنادي الأهلي يلعب وما لعبش وفقا للوائح؟ اللي يلاقي الإجابة يبعتها لنا وهنعرضها في الأهلي خط أحمر، ونطلع ونشوف كابتن حازم إمام قال إيه عن المؤجلات عشان يشارك في الترند. انا متهيألي ما شفتش دوري هتلاقي فرقه لعبت 19 وفرقه لعبت منها 6 ماتشات في يوم، يعني في جدول واحد كده هتلاقي فرقه ممكن تلاقي مثلا اقل ماتشين، اقل 3 ماكسيمم 4، لكن 6 ماتشات ممكن يزيدوا كمان الله اعلم يعني، وفي جدول واحد في سنه واحده ما شفتهاش، ما اعرفش ازاي يعني كتير جدا. وضغط وضغط ضغط ماتشات كبير جدا لنادي الزمالك تحديدا، يعني الوحيد اللي لعب الكاس هو الاسماعيلي، هم اللي ضغطوا الضغطه الكبيره دي. يعني ما كانش لازم ماتش الكاس ده يتلعب. ايه اللي كان هيضر في الموضوع؟ ما الاهلي لسه ما لعبش ام بي ولا بيراميدز لاعب سموحه، كان الزمالك يتلعب ماتش الكاس ده في الوقت ده بتاع الكاس اللي هيلعب فيه ماتش الاهلي والزمالك والسموحه، كان الزمالك لعب معاه الاسماعيلي وبس. طيب. والدنيا خلصت. كان الزمالك لعب الحد الاثنين اللي فات مع المصري والنهارده مع الجونه وخلاص. هو بس يعني تاكيدا للكلام، لكن الجري بسرعه قوي دي في حاجه وانت ما عندك وقت كبير، خصوصا زيك ما عندوش حاجه يلعبها. طيب هل دي وجهه نظر فرديه؟ لا طبيعي، بما ان كابتن حازم امام بيتكلم في حد ما عندوش كتير من البطولات داخل الملعب، بس عنده كتير قوي قوي من البطولات خارج الملعب، وهي بطولات زائفه ووهميه، لأن هي بطولات في التصريحات والمواقف الغريبة. وهو شيكابالا، نطلع ونشوف شيكابالا قال ايه. بس زي ما انا بقول لك، هو ده قدرنا اللي احنا في نادي الزمالك، واللي احنا بنحب نادي الزمالك، وان شاء الله احنا بنوعدهم اللي احنا هنحارب اللي احنا ناخد بطولة الدوري رغم اللي بيحصل. اللي بيحصل بعيد عن الكورة، ملوش علاقة بالكورة، يعني احنا مش هنطلع من ماتش اسكندرية باللاعب المصري، ومن مصر نطلع على السويس، ومن السويس على الجونة. دي مش كورة، مفيش كورة بتلعب كده. طبعا. وبعد كده بيطلعوا يقولوا اللي فرق تانية هي اللي لعبت اكثر. لا مفيش كده حضرتك، مفيش الكلام ده. انتوا بتضحكوا على مين؟ صح. جمهور الزمالك فاهم كوره، وفاهم اللي انتوا بتقولوه كويس قوي، وفاهم اللي بيحصل في فريقه وفي ناديه. فاحنا جمهور الزمالك اللي احنا هنفضل نحارب لحد ان شاء الله ما ناخد الدوري ان شاء الله. والله يا شيكابالا انت اللي فاهم جمهور الزمالك كويس، احييك بصراحه. انت اللي فاهم جمهور الزمالك كويس عايز يسمع ايه. انت تعبان ان انت رحت اسكندريه ورحت السويس يا شيكابالا؟ النادي الاهلي قبل ما يخسر من سان داونز 5 اتعمل له جدول، كانت الخماسيه دي نتيجه حتميه ليه. النادي الاهلي راح لعبك في برج العرب، والملعب كان وقتها وضعه نتيجه الظروف الجويه سيء، وبعد كده راح لعب مع الاتحاد في اسكندريه 48 ساعه، وسافر اطول سفريه في افريقيا احنا بنسافرها ضد سان داونز عشان خاطر يرجع. حتى قبل مباراه العوده مع سان داونز هنا في مصر محدش اداه الفرصه، واتحط له مباراه المقصه قبلها ب 48 ساعه. ده الجدول. نادي الزمالك يا شيكابالا اللي رئيس النادي قبل كده قال ده فرجاني اللي اجلنا له الدوري لبعد الامم عشان خاطر يكون راجع من الاصابه. اعتقد لو انت بتتكلم عن الجمهور عارف ايه كويس، والجمهور فاهم كويس قوي، فاعتقد انت اللي فاهم جمهورك عايز يسمع ايه. يا شيكابالا يا اللي مرهق وفريقك مرهق، انت قعدت 3 شهور و22 يوم ما تطلعش بره القاهره قبل ما تسافر عشان تلعب مبارياتك الاخيره دي اللي انت شايفها ارهاق. 3 شهور و22 يوم ما بتسافرش بره القاهره، لعبت 13 مباراه في القاهره موجودين، وممكن نعرضهم 13 مباراة في القاهرة للزمالك في القاهرة كلهم قدامنا بتواريخهم، وكان مفيش أي إرهاق. ولو اتكلمنا عن الإرهاق اتكلمنا عن النادي الأهلي اللي كان بيلعب في ظروف صعبة جدا. النادي الأهلي اللي سافر في مباراة سان داونز لما خسر بنتيجة كبيرة، وهو محطوط له كل الظروف اللي كانت نتيجتها تبقى طبيعية ان احنا نخسر بالشكل ده. ولكن هيجي البعض
يبقى عنده مدخل واحد احنا مش هنسيبه، وهو انت ليه لعبتني وانا النادي الاهلي لسه لما يرجع من بعد افريقيا هيبقى فيه فارق مباريات، فكنت خلينا ريح لحد ما النادي الاهلي يجي يلعب. قلنا مليون مره النادي الاهلي غير معني بده، وما كانش عنده مشكله فيه وما فيش اي حاجه تضرنا، بالعكس احنا مضرورين من ضغط المباريات، ولكن ما تبقاش انت كنادي الزمالك بتعمل الحاجه وعايز تكسب منها وعايز عكسها في نفس الوقت. ازاي؟ هفهمك انا ازاي. نطلع ونسمع عضو مجلس اداره نادي الزمالك كان بيقول ايه عن سبب لعب نادي الزمالك وموافقته على اللعب بشكل مضغوط. نشوف الفيديو. ان الجانب ده فني جدا، وانك انت تحاول من خلال الاداره ان انت تعالجه دون الاستعانه بالراي الفني يبقى تدخل سافر، وده اللي تم عمله كابتن حسين لبيب مع كارتيرون. ساله كذا كذا، قال له لا انا عايز، لان ممكن يكون خططه اللي عمل في ضغط يعني، الى ان هو يطلب العكس. يعني انت اتحركت كنادي زمالك يا شيكابالا، اتحركت كنادي زمالك وفقا لرؤيه المدير الفني اللي خلى مجلسك ما ياخدش موقف برغبه في تاجيل مبارياته. هات لي اي موقف رسمي لناديك كان بيطلب فيه تاجيل مباراه ما، هات لي اي فاكس، اي جواب، والفاكسات بين ناديك واتحاد الكره رايحه جايه، وعلى فكره من غير فاكسات كابتن فاروق جعفر بيرفع السماعه وبيعمل المكالمات اللي هو عايزها يعني، واعتقد انت عارف برضه. هات لي اي طلب واحد انت طلبت فيه رسميا، ده ما حصلش. انت المدير الفني نزلت على موقعك الرسمي ان هو بيطلب ان هو يلعب المباريات عشان كنت عايز تستغل الحاله الفنيه اللي انت عليها، كانت الامور ماشيه معاك، ولكن لما ضيعت نقط قدام الجونه بدات تتكلم ان كلنا عارفين الامور بيحصل فيها ايه والدوري بيتلعب ازاي. لا يا شيكابالا، كلنا عارفين انتم بتقولوا لجمهوركم ايه، وكلنا عارفين انتم بتجيدوا المبررات ازاي. اعتقد الاهلي خط احمر النهارده ادى دروس وادى رسائل قويه جدا لعل البعض يفقهها، ولو ما حصلش احنا مكملين وعندنا موقفنا، واللي بيقول دايما الحق موقفه سهل.